قابلت بهاء دلوقتي رايحين مصنع سير عشان نشوف العينات ان شاء الله بتاعت الكولكشن الجديد بتاع الشطبرق. الحمد لله. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. قلقان بكره اللحظه دي بس هيكب جدا كويس. بس هنا كده وهنا كويس. اللون لون حلو جميل جدا بس جميله ما شاء الله. الحمد لله. عامل ايه؟ البوليسه بتاعت سبي ايه؟ الحمد لله قاعدين مستنيين بقيه العينات تطلع. ربنا يستر ان شاء الله بس شكلها كويس يعني ان شاء الله خير. بقى بيتفرج على الفلوج وبعدين انا في الفلوج امبارح كنت لابس تيشيرت دوتس فهو عايز ياخد سكرين شوت ويفضحني. بس اعترف ان التيشيرت جامد. جميل. اعترف. الديزاين حلو. لا ده هيتظبط. طيب بس مش عارف اللون ده. لا مش حلو. انا كنت عايزه لا عايزينه احمر فاتح شويه بس شوية. عايز يغمق عن كده بكتير. مقهول. وبعدين ده فيه لون ورا هنا مش معمول. هو انت كده عامل 3 دي 3 دي لوميا. استنى بقى عشان ايه عايز اشوفه. ده خفيفه جدا صح. هتتقل. ايه ده جامده جدا. العلامه دي هتبقى بتنور في الضلمه ان شاء الله. وهنلعب في اللون معلش عشان بتاع فرع نسينا ده بقى معلش. بعد كده رايح اكتوبر. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. من اكتر الناس المجتهده ما شاء الله بقى. انا عيان جدا الحمد لله. ادعولي وانا دلوقتي طالع البيت. ثانيه واحده ان شاء الله الكوركشن ده يبقى جامد قوي. هيبقى فيه ديزاينز حلوه. ديزاين بتاع ايليان بيرد التاني الجديد اللي هو العنيف ده عامله بقالي كتير قوي من نفسي انزله بس ما كانتش جات فرصه يعني. بس الحمد لله شكله هيطلع احسن ما انا متخيل يعني ان شاء الله. الناس بتسالني يعني ايه ايليان بيرد وايه ايليان بيرد اللي بحطها في الاول وكده. ايليان بيرد هي فكرة نابعة من ان الناس بتبص لنا كناس عندنا دقون ان احنا ناس غريبين بقى وعندنا دقون وايليينز بقى ومش عارف ايه. فانا اكدت على المعنى ده بان انا اقول ان alien beard اللي هو احنا we are aliens with beards يعني. الحمد لله. الحمد لله. انا عايز الناس تركز معايا جدا لان الكلام ده مهم جدا جدا. دلوقتي الواحد بيحاول على قد ما يقدر على قد ما ربنا مديه ان هو يعمل الصح من غير ما الصح ده يتخلله اي حاجه غلط. فمثلا يعني مثلا انا لسه جاي لي فتوى ان الادز بتاعه اليوتيوب لما بتيجي تشغل المونيتايزيشن عشان تعمل فلوس من اليوتيوب ده بيخلي الشركات تعمل ادز او تعمل فيديوهات على الفيديو بتاعك تعمل اعلانات على الفيديو بتاعك. فالاعلانات دي ممكن يبقى فيها مزيكا ممكن يبقى فيها بنات ممكن يبقى فيها رقص ممكن يبقى فيها اي مشكله. فده بيدخلك في مشكلتين. اول حاجه ممكن تاخد ذنب الناس اللي بتتفرج على الحاجات دي. تاني حاجه ممكن يلعب اصلا في ان الفلوس دي تبقى حرام ولا حلال. فبالتالي قفلت المونيتايزيشن خالص من على الفيسبوك. تمام. فدلوقتي لما يجي واحد يقول لك مثلا ايه في راهبه
مسيحية ماتت وهي مبتسمة، فدي ازاي تخش النار؟ ازاي يا جماعة وازاي تقولوا عليها كفرة؟ والله مش انا اللي قايل عليها كفرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لما تيجي تقول لي انجلينا جولي بتعمل خير السنين ومش عارف ايه وبتاع، ازاي دي تخش النار؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. هي عايزة ايه؟ هي عايزة الدنيا ولا هي عايزة الآخرة؟ لو هي عايزة الآخرة الاكشنز بتاعتها هتتغير خالص تماما، هتلاقي ان نواياها بتخلي افعالها مختلفة خالص عن ما هي عليه دلوقتي. في قصة امي لسه قايلها لي دلوقتي، ان في واحد قسيس كان بيخلي الناس تدخل المسيحية بعنف وكان قوي جدا في الدعوة للمسيحية ومش عارف ايه، وبعدين سمع ان في مؤتمر اسلامي في مكان ما فراح حضر، وهم اول ما شافوه على الباب قال لك ده جاي عشان ياخد الناس بتوعنا فمنعوه يدخل، فهو راح جاي قال لهم انا داخل علشان اشهر اسلامي، وبعد لما اسلم بعديها باربع خمس ايام مات. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انما الاعمال بالنيات، معنى كده ان الراجل ده نحسبه كده يعني نيته دايما حتى وهو بيعمل دعوه للمسيحيه ان هو عايز صدقا يوصل لربنا وعايز يوصل للصح فين، فربنا سبحانه وتعالى قدر دوت وقبضه على الصح. ففي حديث بيقول لك ايه فيما معناه ان الواحد بيقعد يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو نيته بقى حاجه ثانيه، وعلى العكس واحد بيعمل عمل اهل الجنه وشكله جميل ومش عارف ايه زي ناس كتير قوي منتشره دلوقتي بتدعو لحاجه ثانيه غير الاسلام وقاعده بتحور في الدين ومش عارف ايه، وبعدين يجي قبل ما يموت الناس شايفاه خير وجميل ومش عارف ايه بس هو نواياه بايظه. ودي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى علينا ان هو علشان يبين لنا الصح والغلط عشان ما نجيش ننخدع وننساق ونقول طب ما هو ده كان كويس، لا قبل ما يموت هيعمل حاجه وحشه عشان ربنا يبين للناس ويحفظهم من الفتن دي. ففككوا بالله عليكم من حوار من جو الناس اللي مش مسلمين اللي هيخشوا الجنة، اصلا اضمن نفسك، اضمن ان انت داخل الجنة الاول، وبعد كده بقى تعالى قول والله انا نفسي انجلينا تخش معايا يا رب، انا نفسي تخش، لما انت تخش الجنة بقى بدعي لها انت بقى، ملناش فيه في الحوار ده، ملناش فيه فعلا، ربنا قال كده، ما تقعدوش يعني بالله عليكم دي ده ألف به عقيدة، الاسلام كده، احنا مش عايشين حياتنا مسلمين عشان يجي واحد في اخر الزمن مش مسلم يروح داخل هو الجنة واحنا بنتعب وبنتسحل عشان نخش النار، مش فاهم يعني. حسبي الله.